عشاق السفر لكل مكان، تحياتي لكم. اليوم حنعمل تجربة جديدة، تجربة أن بدي أصير أنا نباتي. نعم، بدي أعيش حياتي أن أكون نباتي لمدة مو كبيرة، أي نعم 24 ساعة، ولكن الأهم يا جماعة اللي اكتشفته في نهاية هالرحلة كان الموضوع مو عبارة عن أكل فقط. عملنا شغلات كتير على فكرة، عملنا حليب البندق، شغلات كتير حتشوفوا في هذا الفيلوج، ولكن الأهم أنه نحن شلون نحن كبشر لما نعيش ببيئة مساعدة ويكون كل شيء متوفر، كيف الموضوع بيفرق. الفيلوج هذا يا جماعة حيكون مليء بالجمال الطبيعي، حيكون مليء حتى بتجارب مختلفة وممكن حتى تستمتعوا فيها، بنفس الوقت أنه فعلا ممكن يكون الإنسان عنده خيارات كتير قدامه ولكن هو ما بيعرف عنها. كله حنشوفه في هذا الفيلوج، تابعوا للأخير لأنه فيه فعلا كمية جمال طبيعي بدايته هيك وأكواخ خشبية كمان هيك، عشان هيك تابعوا للأخير. يلا يا جماعة، شيء جميل جدا النوم في هيك مكان بالنفس النظيف، فعلا ما بتحس حالك بتنام كتير، يعني ممكن تنام الساعة 2-3 بالليل، تصحى الساعة 9 وانت نشيط وامورك تمام التمام. هاي شغلة لحالها على فكرة كتير انترستنج، كتير جميل. نطلع هيك ومنمشي بقى في احضان الطبيعة هون في الكامب هذا كله. رح نتجه بقى هلا، طبعا يعني جمال المنظر والاطلال كتير حلو. طبعا هون كمان في ممكن يكون في نشاطات بالليل، كل شيء ان شاء الله لسه حتشوفوه كمان. وكمان بقى للسنتر تبع المكان هذا او الكامب او المزرعه نقدر نقول عنها، بس هون كان في محاوله كتير مسبح ما شايفين. وهذا كل هالمناطق هي تابعة للمزرعة نفسها، وهذا هون بقى كل الشغلات اللي ممكن تحتاجوها بتلاقوها في هذا المكان، راح أعرفكم عليه. وهي هون الكلاب كمان، حراسة أو مو حراسة مدري. هون يا جماعة كل شيء عم بتشوفوه هلا كله أورجانيك، يعني كله من الطبيعة بشكل كامل متكامل. هاي هون طبعا الأدوات، نشوف هلا ايش حيطلع معنا هون بقى. With breakfast. هذا هون بطيخ او جبس باختصار، والاهم من هذا كله انه تاكله بالايد. بالايد، ما في شيء اسمه بدون ايد، ما في تيشو، ما في محارم. Yeah, I know this one because it's really good for your skin. طعمه شوي مختلفة. فيها فيها طبيعة فيها. يا أخي البطيخ عنده مزاكي، أنا بحب البطيخ. طعمه غنية. عمل هون حقيقي بالفارم أو بالمزرعة هو رح نعمل شوي اسمه حليب الهازلنوت أو حليب البندق. البندق هون معروف اصلا بتركيا كتير منتشر وكتير مطلوب، ولكن هلا نحن حنعمله بشكل مباشر جدا. حنقي البندق من الشجر اللي شفناه، وبنفس الوقت بعدين بعد ما يكون تنشف هون حناخده حبه حبه ونطحنه ونعمله حليب. التجربه حتكون كتير مميزه، خلينا نبدا. وهلا بقى عشان نعمل حليب البندق يا جماعه لازم نشيل ونجمع من هون مثل ما شايفين هيك. عم بشتغل شغل ايدي وحياه عيني. طخ طلعت كمان مخروقة، حتى هي ما زبطت. هاي واحدة جاهزة، وهكذا راح نستخدم. خلصنا وجمعنا هدول كلهم شغل ايدينا، هلا صار بقى شو بدنا نعمل؟ يس شو مي اجين. اها طق طلع. And we're going to make milk from this. Wow, you can eat it. Mmm. Yeah. It's very delicious. شايفين شلون؟
عم بساوي اللي هو البندق. صار لي ساعتين ونص قاعد عم بساوي هالشغله، عم بكسر البندق. اللي خلصنا حطينا البندق بعد ما كان هيك، عملناه هيك وحطيناه بمي لفترة معينة، بعدين بقى حنبدأ عملية الحليب. حكينا نحن حنكون فيجان، نحن حنحكي حنكون أكل نباتي تماما. الشيء الحلو إنه أكل النباتي مو بس إنه أنت تاكل نباتي، لما أنت تساهم ويكون مكوناته كلها طبيعية وأنت عارفة من وين جاي، من هالمزرعة اللي حوالينا. هلا حنشوف كيف بلشوا جماعة يساووا الغداء تحت قيادة الشيف مين؟ بنوج. هلا شيف رامي حبيبنا، شو الأوضاع باشا؟ هاي قاعدين بنقشف التوم. أها، علشان بطلنا نسوي قلاية فندور، راح نسوي شيء كرياتيف أكثر. أوف 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 أوف. وهيك بقى شوفوا مثل ما شايفين شلون المنظر الجميل جدا. صراحة كان كله جهد جميل جدا. يعني سلف ايديك يا محمد، قصدي يا رامي. تعبت جدا، قصدي تعبوا جدا. مو بس بحب ياكل، انا رامي حقيقي وصادق، وهلا حتشوفوا السفرة كمان. اخيرا بعد ساعتين من العمل المتواصل واكيد مساعدتي جبارة في الموضوع، رح تشوفوا هلا رح تشوفوا هلا السفرة. استنى لا تخرب. نرجع على السلطة، all made from organic vegetables، كله من خضروات وين عضوية. المنظر لحاله يا جماعة يتكلم. هون بابا غنوج نعم يتكلم. هاي هون يخنة بندورة مع خضار، وهي هون البرغل. أنا كل واحد يقول الحقيقة، البرغل جبناه من برا. يعني عشان ما المنظر لحاله وحده. بدأ أول شيء بالسلطة، الشكلة بشهي صراحة مع الأفوكادو هيك. وين هو انتي؟ طعمه الحالة بتتكلم، يعني هيك بتحس بطعم الطبيعة تماما. بعدين بقى خبز شو نوع؟ مصنوع من حبوب الكتان او هيك شيء. خبز الكتان. اشياء عضوية كله طبعا، فيهوش بدون جلوتين على ما يبدو كمان. جلوتين فري. شيء جميل. نجي ندوق اخر شيء بقى، اليخنة الخبزة كمان. ما بيصير ناكل بلا جماعه، احنا عم نستنى بس عم نجرب. اذا كل واحد اليوم كل يوم بيسوي اكل هيك فيجن، شغلات فيجن ونباتي، روعه يا جماعه. هي ولكن نحن هون قبل لحظه الغروب، بدنا نحكي الساعه 7 مساء. تقدر تشوفوا كيف انه نحن عم نودع الشمس هون بهذا المنظر الساحر الجميل جدا. يعني صراحة تقدروا تشوفوا هالجمال هذا كله وهالإطلالة الرهيبة جدا على المروج او حتى على المدينة. يعني صراحة يعني كارتب هي كلها هون جنبها شوي منصير بسبنجا، فيعني هون صراحة الإطلالة كتير ظريفة. هلا حنطلع نمشي بالاحراش شوي. تذكروا البندق اللي حكينا عنه قبل الاكل؟ هلا صار وقته نعمله كحليب وكشيك كمان. هنشوف هذا ايش حيصير. What is this? Oil? Vanilla. Vanilla. Okay. Cool. We are how many people? 5? Wash your hands, man. Come on. Lift it up. That's an old school thing. This is filtration? Yeah, no. Yeah, that's really good. Put it again to the blender. Okay, ايوه thanks. والله اللون يتكلم لحاله. ابيض ابيض. هذا هو right الحسن. طعمة حليب بس بقى منكه بالبندق بشكل كتير كبير.
التجربة الزبدة مجرد حليب بندق إلى something better milk shake maybe شغلة هيك فيها الشيك وشغلات فيها ظريفة لواحد ليشوف الموضوع على أرض الواقع. هاي كمان هون بقى Real delicious milkshake out of hazelnut milk. Yeah. شغلة كتير طيبة. And you made it. وأنا عملت بإيدي صنع إيدي وحياة عيني. يعني ساعدت على الأقل. إلا بقعدة هيك مثل بقولوا نار أبو عرب. هيك تشوف النار عم تطلع وشكل اللهيب شيء على كيفه. مثلاً هذا هون الخيار هذا خيار أورجانيك طبيعي قطفه هون محمد من البلانت مباشرة اللي كانت هون محل ما هذا برا مباشرة هلا عم ناكل من أحضان الطبيعة شكله شوي مختلف بس طعمه فعلاً طبيعي اللي تحبه هون هو وجود دائماً بالمزرعة وجود شغلات دائماً ممكن تتاكل وشغلات طبيعية فهذا الشيء حيخليك دائماً تستمتع بهيك أجواء وبهيك شغلات بشكل أنه فعلاً تطلع من مودك اللي أنت تعودت عليه وهذا الشيء يمكن أتوقع أنه أي حد اللي يكون نباتي وحابب يجرب تجربة الأهم من هذا كله هو ما يكون فقط الأكل هي أهم شيء البيئة المحيطة فيك لأنه البيئة المحيطة فيك كتير حتشجعك تجرب وتعيش التجربة للماكس وحتى ممكن تخليك تغير وجهة نظرك يعني أنا من الناس اللي ممكن ما تغيرت وجهة نظري أنه لسه ممكن أكل لحمة ولكن لما يكون في بيئة محيطة مناسبة هذا الشيء كتير حيث قررنا نروح ونقطف شو الجوز من الشجرة مباشرة تجربة حلوة حتكون خلينا نشوف شو حيصير ما شايفين هلا هي هون شجرة الجوز والله شو بساوي هني بحطوا هي تحتها بس انه يهزوا الشجرة وتنزل كل الثمار نحن ماسكين هيك عم تنزل الثمار بشكل مباشر انا ماسك هون هيك بقى بيصيروا بيعملوا بانه كيف يحصلوا اللي هو الجوز ها شايفين شلون هي هون الجوز الاخضر شايفين هيك كنا خلصنا من حصاد واحدة من اشجار الجوز رجعنا الان إلى مكاننا حيث أكواخنا لقد كانت رحلة مليئة بالصعاب ولكنها كانت جميلة أيضا محدثكم من غابات سانديبل أهلا وسهلا هذو دائما موجودين بأي مزرعة لازم مش مزرعة الكلاب هذو بدون الكلاب ما بتكمل المزرعة لازم وقاعدين يلعبوا هلا ودواوين وسواليف و عايز عم بلعب ولا عم بتقاتلوا ولا ايش عم بيعملوا ماني عارف هلا صار وقت ما اوريكم محل ما سكنت هذا هو الكوخ كما شايفين تدخل هيك هي هون كمان معدة ما شايفين طبعا في كهرباء عم صوركم هلا بالنهار هي هون الاطلالة الساحرة اليومية هي اطلالة المكان كله الجميلة جدا تنزل لتحت بقى هون بتلاقي ضمان غرفة النوم حتى في مكيف بس ما كان شغال صراحة وهون كمان الحمام فمثل ما شايفين كتير بيزك بس كتير كويس وكتير منيح في إضاءة وهون كمان شبابيك عشان تكون مطلة على اللي حواليك تترى يعني اخيرا اذا بدي احكي عن التجربه هي بدي احكي انه التجربه النباتيه اي نعم لمده قصيره كانت حوالي 24 ساعه يوم بتعشينا قبلها بيوم كمان كان اكل نباتي خالص الشيء اللي حسيته انه فعلا الموضوع بيستاهل بس الاهم من الاكل فقط هي البيئه المحيطه كلها اللي انت بتجرب فيها التجربه يا
يعني انت باختصار اذا فعلا استمتعت بالبيئه المحيطه مثل ما شايفين هون بالخشب الموجود حواليك رح تكون التجربه جدا غنيه، وبنفس الوقت حتى الاكل اللي حتاكله حيكون كتير نظيف بالنسبه لك، وبالتالي التجربه حتكون كامله ومتكامله. دائما دور على التجارب اللي بتعطيك وتغنيك وتعطيك شغلات تفكر فيها لبعدين وتضيف لك. اما بس تكون الاكل لحاله ممكن يكون كفايه، ولكن اكيد ما راح تكون اعم من تجربه انه تاخذها كبيئه كامله ومتكامله. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو اليوم، انا كثير استمتعت فيه والمناظر كثير جميله، واكيد الجاي احلى وبدعمكم مستمرين وبنشركم الفيديوهات اكيد مبسوطين. اشوفكم على خير يا احلى متابعين في التاريخ المعاصر كله.